انت بتكلمني كتير كان مكانك وبطنا صفش وموقفش اللي فاهمني كلامي حقيقي ما بطنا الطنش وموقف انت بتكلمني عالحبايب ما بطنا مبارش وموقفش اللي فاهمني انت ليه ما بتحبش تسمع انك غلطان قول لي ليه ولا حتى بتسال وكمان زعلان لو نسي نعلمه او حتى نفهمه اللي فاتك من حياتك عندي ولا اللي اقولك عليه تعمله صفنا واحد لو جاي تعارك اللي داخل ما بيننا خير واعتقد ان انت بتفكر كذلك طبعينا ومبدأنا بالفطرة سالك مقدرش ادس عفرتو مقدرش ادس عفرتو ليت بول كوت سخن ما بيننا وانت فاهم اللي مسكتكو عشان اصالحك وارضى عليك حاجات كتير لازم تعملها عشان اصالحك وارضى عليك حاجات كتير وادي اولها مش انا اللي بقول تاريخ اللي بيقول والكلام فين اغاني اعلام انا جاي اودي في سلام انا جاي اودي في سلام انا زي ما يتبت شان عمل كتير افلام واسألوا فندام عشان اهدى باخد الزلام يوم عادي بخلص حفلة وانام وموقف 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 انت بتكلمني هاي هاي وموقف بس اللي فهمني وموقف انت بتكلمني وموقف انا